بعد طول حوار وضع رئيس الجمهورية استراتيجيته الدفاعية على الطاولة منطلقا من موقعه كرئيس دولة عليم بقدرة الجيش وقوته وخبير باستراتيجية تموز الدفاعية وبأمرة الجيش والمقاومة على أرض المعركة. عناوين ثلاثة تختصر تصور سليمان الدفاعي: المخاطر المحتقة بلبنان، مواجهة هذه المخاطر، ووسائل مواجهتها. أما الفكرة دال فوصفت بأم الفكرات، وفيها وفقاً للمادة 65 من الدستور ولقانون الدفاع الوطني وحتى تزويد الجيش القوة الملائمة لتنفيذ مهماته، فلا بد من التوافق على الأطر والآليات المناسبة لاستعمال سلاح المقاومة وتحديد أمرته ولإقرار وضعه في تصرف الجيش المولج حق استعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية، مع تأكيد أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال. طرح سليمان وزع على أقطاب طاولة الحوار على أن يناقش في جلسة 12 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. أول مفاعيل استراتيجية العماد الدفاعية خروج النائب وليد جنبلاط عن صمت إعلامي عمره من عمر الحوار. أعطانا ورقة الرئيس الجمهورية جدا مهمة قابلة للنقاش، ليست ورقة نهائية، لكن أخيرا ابتدأنا ندخل أو نعبر إلى الأمور الأساسية. لكن هذا وافق على مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، كلنا وافقنا وكل منا له ملاحظاته، نأخذ الوقت. لا يحل الأمر إلا بالحوار البطيء والبناء، وليس هناك من معجزة. أذكر مثلا بمثال أيرلندا، عندما حلت قضية السلاح وليس هناك موضوع في أيرلندا، لم يكن هناك قضية لا فلسطين ولا غير فلسطين، أخذت الأمور أكثر من 15 عام إن لم نقل 20 عام. هنا في كل يوم اعتداء إسرائيلي، في كل يوم تهديد إسرائيلي. شجبنا بالمناسبة، شجبنا جميعا وتوافقنا على شجب أي اعتداء من قبل إسرائيل على إيران. نرفض هذا الأمر لأنه سيخلق حالة من الفوضى العارمة في المنطقة. مع السؤال المركزي الذي طرحه الرئيس عندما دعانا لحوار، كيفية الاستفادة من سلاح المقاومة في الدفاع عن لبنان. أما قوى 14 من أذار فلم تجد ضالتها في تصور سليمان، معلنة تساؤلات بطعم الهجوم على دفاعات الرئيس. هلأ بدأنا دخلنا في قلب الموضوع، فاليوم ما رح نحكي فيه، ما رح نحكي فيه في ورقة، خلينا نشوف بركي بعدها بعيدة، بس يعني هذه أول ميل، يعني بالألف ميل. انحكى على طاولة الحوار بأول جلسة كيفية أنه يكون في مسار لتحييد لبنان، وطبعا مش تحييد عن الصراع العربي الإسرائيلي، إنما تحييد لبنان ليقدر يلعب هذا الدور وما يكون في مثل اليوم زجه بمحور معين. الرئيس تكلم عن مرجعية الدولة اللبنانية ومرجعية الجيش بقرار استعمال السلاح، هذا واضح وهذا في تفاهم، هذه نقاط نلتقي بها مع طرح فخامة الرئيس. ولكن السؤال الكبير الذي يبقى، هل السلاح المقاوم سلاح مستقل ولكن يعمل بقرار من الدولة، أو أنه هذا السلاح داخل الدولة؟ هذا الموضوع. لمين هالسؤال؟ لمين هالسؤال مع الوزير؟ هذا السؤال لمين؟ لا، هذا الموضوع سيبحث بالجلسة القادمة. بس النقطة الأساس اللي بدها توضيح هي، هل حزب السلاح المقاومة هو كيان مستقل بحد ذاته ويعمل بقرار من السلطة الشرعية، أو أنه هذا السلاح سيوضع بعهدة الدولة اللبنانية؟ هذا أنا بعتبر، هذا السؤال ما بعتبر يجب عليه هو تصور. هذا نحن بدنا نبحث هذا الأمر، هذا الموضوع بدنا نبحث. ونحن نعم، لا هذا الموضوع بده توضيح، لأنه نحن كفريق 14 أذار نعتبر أنه هذا السلاح يجب أن يكون بعهدة الدولة اللبنانية. رعد حزب الله كان هادئا، ذكر باستراتيجية السيد نصر الله الدفاعية عام 2006 ونأى بنفسه عن كل النقاشات من خارج جدول أعمال الطاولة. وبحسب المعلومات فأول الخارجين عن قانون البند الوحيد على جدول أعمال المجتمعين هو الرئيس فؤاد السنيورة، الذي قال قبل أن نبدأ الحوار المطلوب من حزب الله أن يتعهد أمام اللبنانيين عدم وجود نية أو استعداد من أي نوع كان لاستعمال سلاحه لأهداف غير لبنانية،
مضيفا: نحن نعارض بشدة أن تتعرض إيران لأي حرب أو اعتداء من الإسرائيليين، لكننا لا يمكن أن نقبل بأن يتحول بلدنا منصة صواريخ لأحد. وتوقف السنيور عند كلام قائد الحرس الثوري الإيراني مطالبا حزب الله بنفي واضح وصريح لمضمون هذا الكلام. مطولة السنيورة التي لم تغفل الاقتصاد محذرة الحكومة من بئس المصير لم تلقى لسانا مجيبا من النائب محمد رعد، لكنها لقيت أذانا صاغية عند رئيس الجمهورية الذي استقبله في مكتبه بعد انتهاء جلسة الحوار. من الاستراتيجية الدفاعية إلى الاقتصادية مرورا بالاجتماعية، تعددت الاستراتيجيات والمطلوب واحدة تناقش البند الوحيد على طاولة الحوار. من القصر الرئاسي في بعبدة، نانسي السبع، قناة الجديد.